شوفي ما ادري شو هاي الشغله برا ادري شوف هاي وينه وين شو هالشغله هاي اللي عم تقول عنها هي خفاش سبحان الله أول مرة بشوفه هيك الحقيقة رجيني اللعبتين مصدق نبي نزيله نزيله سبحان الله يشبه الفأرة طار شفتوا شلون طار؟ طار من ايده بدي بتعرفوا انه هذا الخفاش بياكل الناموس يعني البعوض في عالم سموه وطواط بياكل باليوم 600 ناموسة سبحان الله يعني هو مثل كأنه وقاية للناموس يا إيمان نعم شايفي سبحان الله شوف شوف سبحان الله هذا جناحه لا بديروا بالكم على فكرة عضته بتسبب الكلب ايه شو إذا عض الكلب هو الظاهر بنهار خايف هو بالعادة بنهار ما بطلع شوفوا سبحان الله شوفوا بين قدمه وبين ذيله وبين قدمه الأخرى في مثل الغشاء وفي بين إيده هون بس فرد لهم في غشاء هي بتساعده على الطيران وبينام معلق إجريه بيكونوا ماسكين بجدار الكهف ورأسه للأسفل حتى يحافظ على الطاقة شايفوا همام؟ في أنواع بأمريكا بجنوبة ووسطة أنواع من هي الخفاشات تمتص الدماء مشان هيك يعني طالع عليها صيت إنه مصاص الدماء بس هي الأنواع اللي عندنا ما مصاص الدماء هي بتأكل الحشرات عنا هذيك مصاص الدماء بتعيش على دم الأسماك على دم الحيوانات الصغيرة شوفوا سبحان الله ببداية إيديه في إله مثل أضفارين وبجري في إله أضافر مشان تساعده إنه يمشي بتعرف انه الخفافيش اللي بتمتص الدماء بيمتص كل يوم مع ملعقتين دم سبحان الله بعرف ملعقتين دم بالشبع وملعقتين دم دير بالك ما تعذبوه شو كيف ننزله الراحمون يرحمهم الرحمن كل ما كنت رحيم كل ما الله بيرحمك نعم سبحان الله شوف الفرق على فكرة هذا الطائر الوحيد اللي يلد ولاده الطائر الوحيد اللي بنولد ولاده بقية الطيور كلها تكون ضمن بيض أبتي يا أبتي وأنا بعمل له هيك ثالث مرة فتحت أمه يا دير بالك يا عضة إذا ربيته خليته كبار ما بيعضك هذا أكبر هذا ما من الأنواع اللي بتتربى أبي هو ما من العصافير شلون نزلك سامعين صوته بعد بعد سمعين صوتا اتلا الفارة صوتا سبحان الله سبحان الله ايه تلحل اتدام يمشي على ايدات
تحطها على ايدي كثير بيسووا عليه، بيسووا عليه افلام رعب عن جد، لانه النوعية الكبيرة منه، النوعية الكبيرة منه هذه بتمتص الدماء. بتعرفوا انه بيستخرجوا منه مشان الدم مميع دم، بيستخرجوا من السائل اللي هو بيفرزه بس يمتص الدماء، مو الموجود عندنا اللي بامريكا بجنوب وسط امريكا. اي بسموها المادة دراكول، دراكولين، دراكولين، لانه هو هذا بيقولوا له دراكولا، دراكول يعني مصاص الدماء. بدي تحطها على ايدي، خليها يطير. شوفوا شلونها لو قلبت ايدي متعلق. كيف بالك عضك؟ وانت ابجع انت ما بعض، نحن اصحاب انا وياه، انا ما بدايقه، انتوا اذا بتضايقوا بعضكم. والله حط على ايدي ما بدايقه. يا لا توعقوا يا اصيدك. سبحان الله، سبحان الخالق، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا دير بالك ابي، لا تحمله من فروه هلا بيعصب. سبحان الله قديش بيشبه الفأر. أموني يعني عضك لما انا اصنع. هو من انواع الفأر. سبحان الله اترك. هو من انواع الفأر. ابتي ما هو من انواع الفأر؟ ابتي ما هو من انواع الفأر؟ احسن ما نشتري دواء للناموس. ايه نشتري لنا 20 30 خفاش ونربطهم بالغرفه. نربطهم بصير وكل بعد الناموس تسلق. تسلقت. شو سططت؟ تسلق. منى شو رايك؟ عجبك الخفاش؟ ايه ما شاء الله. نيا ما بنحسن نربي ابي، شو بنقعد نتصيد له ناموس؟ بنحطه بالغرفه وياكل الناموس. وياكل الناموس او بنحطه بكرتونه كل ما تاكل الناموس. لا ابي بالارض، ممكن تلاقي قطه بتاكله. لا الشجره، شو رايكم على الشجره ولا بالارض؟ الشجره على البوت احسن شيء نطيره، احسن شيء نطيره. لا احسن شيء نطيره. ابي بنهار، شوف سبحان الله عيونه، عيونه بيبقى هيك دائما هيك منوصون، ما بعرف اذا ببينوا معي، بيبقى هيك منوصون ومغمضن لانه ابصاره ضعيف كتير. على فكره بيعتمد بطيرانه واغلب طيرانه على الصوت، على الصوت، بيطلق صوت، هذا الصوت ناعم وقوي حاد، بيطلق هذا الصوت، مثلا الصوت صدم بالجدار ورجع لعنده، فهو بيعرف بعد الجدار فبيبعد عنه، وبيعرف اذا بده يهدي على الجدار، يعني بيعرف بقيس الابعاد عن طريق الصوت، بيطلق الصوت، الصوت بيضرب بالجسم وبيرجع لعنده، فبيعرف كبر الجسم، حجم الجسم، بعد الجسم عنه. سبحان الله. ابي على الشجرة، افضل على الشجرة. هو انت ما حب يطير بيطير. فهمتوا علي؟ يلا اصعد. اصعد. ما بده. اصعد. ما يريد. اصعد. لا يريد، لا يريد، لا يريد ابتي. اصعد. لا يريد. هيا يلا.
ينطلق راشدا. هلا بيرتاح أبي، تركوه بيرتاح من هون لبالليل. لبالليل لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم فيه.